في ذات السياق، قال سعادة المهندس أحمد عبد العزيز الخياط الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني إن المهندسين في مملكة البحرين يتم تدريبهم على أسس عالية لتعزيز قدراتهم. المهندس البحريني يستحق من الكل التقدير والثناء على الدور الكبير اللي يقوم فيه للارتقاء بالوطن ودعم المسيرة التنموية الشاملة اللي تشهدها مملكتنا الغالية في عهد سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظ الله ورعاه، ودعم سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظ الله. طبعا المهندسين يتم تدريبهم في مملكة البحرين على أسس عالية جدا في مختلف البلجلات والبرامج الهندسية المتخصصة طبعا من أجل تعزيز قدراتهم لتنفيذ الطفرة العمرانية.